ولسه مكملين معاكم مشاهدينا من داخل معرض القاهرة الدولي للكتاب. وطبعا زي ما حضراتكم كده شايفين حواليا الناس رايحة جاية، بجد يعني الإقبال حقيقي بجد غير مشهود. ومع واحد من أهم الناشرين هنقابله دلوقتي ونتكلم معاه عن إصداراته ونتكلم معاه عن رأيه في الدورة الـ54. معانا الكاتب والناشر الأستاذ حسين عثمان. مساء الخير يا فندم. مساء الخير، أهلا بيكي. أهلا بحضرتك، كل سنة وحضرتك طيب. وأنت طيبة. وعيد، أعتقد إنه ده عيد كل المثقفين. طبعا ده بالنسبة لنا فعلا عيد سنوي يعني. كل سنة وحضرتك طيب ودايما كده ناجحين إن شاء الله وموفقين. يا رب إن شاء الله. نتكلم شوية عن الدار، نتكلم شوية عن أهم الإصدارات اللي الدار شاركة بيها السنة دي في المعرض. الحقيقة أنا قبل ما أتكلم عن الدار يعني عايز أحيي المصريين، لأن هم في كل مناسبة بيخيبوا توقعاتنا يعني. إحنا صحيح. قبل المعرض كنا قلقانين جدا في حالة التضخم اللي إحنا بنعيشها دلوقتي، الى اي مدى هيكون في اقبال زي الاقبال المعتاد سنويا يعني. لكن الحقيقه من اول يوم وكنا محظوظين بان بدايه المعرض كانت بتواكب اجازه طويله، عطله رسميه وبعدين ويك اند، فده ساعد على اقبال كبير يعني، ادانا يعني امل في بقيه الدوره. والحمد لله مع الوقت ده بيبان، وخصوصا النهارده يعني يمكن الاجواء جويا يعني الاحوال مش مستقره، لكن الاقبال كالمعتاد ويعني الناس موجوده لحد دلوقتي رغم ان في مطر وفي تراب وكده. المصريين ما فيش حاجه بتوقفهم. استاذ حسين، بالظبط، فده شيء يعني يسعدنا الى ابعد الحدود. جميل يعني. واحنا سعداء اكتر بالجمهور المصري. نتكلم كمان بقى عن الدار. احنا الحمد لله مشاركين السنه دي ب 45 عنوان، 45 كتاب. طبعا احنا منهجنا متخصص في المذكرات والسيره الذاتيه بالمفهوم العام. جميل. ده مشروع مهم جدا. برضو احنا من اوائل دور النشر اللي اهتمت بان هي تبدا مبكرا الاحتفال بالذكرى الـ50 لنصر اكتوبر. اكتوبر 23 هيكون مر 50 سنه على نصر اكتوبر، فعندنا اصدارات بتواكب هذا الحدث من دلوقتي، وهنفضل مستمرين في ده لحد اكتوبر اللي جاي ان شاء الله. ان شاء الله. الاستاذ محمد توفيق عمل الجزء الاول اسمه شيء من الحرب. دي سلسله هتبدا تتناول الفتره الـ6 سنين ما بين نكسة 67 وما بين نصر أكتوبر 73، أحوال البلد كانت إزاي بعيدا عن السياسة والعسكرية. الجزء شيء من الحرب ده الجزء الأول من سلسلة بيتناول فيها الأستاذ محمد توفيق الفن، وإزاي الدولة مباشرة بعد نكسة 67 غيرت استراتيجيتها، وإزاي بدأت إن الفن يبقى وكأنه سلاح سري بتستخدمه في المعركة يعني. عندنا كتاب تاني برضو عن هذه الفترة للأستاذ حجاج الدول اسمه موعود. هو الأستاذ حجاج نفسه وكان مجند طول الـ6 سنين هو وزملاء آخرين. طبعا هو بدأ مع قبل 67 و67 ما كانوش معتقدين ان هم هيطولوا في الجيش يعني. وكلهم كانوا يعني وراءهم قصص حب يعني سايبينها وهم على الجبهة، بعدين الوقت بدأ يطول فبدأوا يستعيدوا ذكرياتهم ويقولوا احنا هنعمل ايه وهنتصرف ازاي. ايوه. بالتزامن طلعت اغنية موعود للمطرب الراحل الكبير عبد الحليم حافظ، وازاي الاغنية يعني زي ما بنقول بالبلدي جت على الجرح يعني، وهم بيفكروا هيعملوا ايه بدأت الاغنية تخاطب وجدانهم يعني. الدار عند حضرتك هل هي فعلا متخصصة في السير الذاتية؟ احنا متخصصين في السيرة، ولكن السيرة بالمفهوم العام يعني. بالمفهوم العام. السيرة الذاتية دايما بنقولها لما بنكون بنتكلم على سيرة شخص بعينه يعني. أيوة. لكن لما بكلمك مثلا لكن ممكن على تتكلموا عن حدث، ممكن تتكلموا عن وقع، عن مهنة، شخص، عن مكان. أيوة. وهكذا يعني. التحديات اللي واجهتوها السنة دي في الدورة الـ54 كانت ايه الصعوبات اللي بتواجهكم؟ كانت ايه التحديات اللي كنتم مصممين انكم تتغلبوا عليها؟ الصعوبات الحقيقه بدات ما قبل المعرض تحديدا. اخر 3 شهور قبل المعرض. ارتفاع اسعار الورق لان الورق مستورد والاحبار وكذلك وهكذا. طبعا ده اقتصاديا فرض علينا ان احنا نرفع اسعار الكتب، فاحنا أيوة. بقينا قدام تحدي ازاي نقدر نتجاوز ده وفي نفس الوقت لا نفقد القارئ يعني. فبدانا نفكر في حلول، اهمها ان احنا بسرعه نقول للقارئ ان احنا معاك طول الوقت. فاحنا كنا الاول مثلا بننشر ورقيا الاول وبعدين ننشر الكترونيا. بمجرد ما حصل ارتفاع الاسعار بقينا ننشر الكترونيا الاول علشان ناكد للقارئ ان احنا معاك ما تقلقش، وفي نفس الوقت الالكتروني بدا يدينا مؤشرات
عن الورقي ايه الحاجات اللي الجمهور بيقبل عليها وايه الحاجات اللي مش هيحبها وايه الحاجات اللي لا. فبالتالي لما نيجي نطبع ورقي اقتصاديا نحسبها، نطبع قد ايه، نطبع كام طبعه. بدا برضو ندي فرصه للقارئ ان هو يطلع الكتاب الكترونيا ويشوف الناس رايها فيه ايه قبل ما ياخد قرار ان هو يشتريه ورقيا. ايوه. فيما يتعلق بالاسعار بقى نفسها، جينا على نفسنا الى اقصى حد ممكن، يعني احنا ال 45 عنوان اقل سعر فيهم 60 جنيه واعلى سعر فيهم 200 جنيه، وعاملين خصم للقارئ 25% على هذه الاسعار يعني. فده بيعتبر يعني لحد كبير الحمد لله يعني مناسب جدا للظرف اللي احنا فيه، وخلانا مع اقبال القراء واهتمامهم بما نقدمه يعني الحمد لله النتائج مبشره يعني. الحمد لله. الحقيقه انه احنا كنا في الاول دايما عندنا قلق من التطور التكنولوجي، من الكتب الصوتيه، من لجوء القارئ للقراءه الالكترونيه، ولكن الحقيقه بعد فتره وتاكدنا من ده انه التكنولوجيا بقت بتساعد الكتاب الورقي، او انه التكنولوجيا ممكن تكون اثرت في الاول بس في الاخر دلوقتي الاثنين بيساعدوا بعض. ازاي تغلبتوا على ده كناشرين، وازاي قدرتوا انكم تخلقوا تواصل ما بين التكنولوجيا وما بين الكتاب الورقي؟ هو الموضوع قائم في الاساس على الايمان بان الرساله الاكبر هي القراءه، يعني طبعا ان يظل الناس يقرؤون طوال الوقت يعني. طبعا. فلما بتكون دي الرساله الاكبر احنا بنحاول بكل الطرق ان احنا نوفي الاحتياج بتاع القارئ يعني. والحقيقه انه ثبت مع الرصد اللي احنا بنعمله طول الوقت أن كل وسيلة لها جمهورها في الأساس يعني. صحيح. من يقرأ ورقي يقرأ ورقي أساسا، إلكتروني هكذا، وحتى من يسمع صوتي هو في فئة بتسمع صوتي بالأساس يعني. أيوة. فيما بين الثلاث فئات ممكن بعض الناس يتجهوا يعني، اللي بيقرأ ورقي ممكن يروح إلكتروني في وقت معين، أو ممكن يسمع صوتي وهو مسافر مثلا وهكذا يعني. لكن اهتمام دور الناشرين منصب على فكرة أن احنا لازم نكون متواجدين ورقيا ومتواجدين الكترونيا ومتواجدين صوتيا، بحيث جميل. ان القارئ يلاقينا في اي وقت بنسهل عليه الامور يعني. مش هطول على حضرتك اكتر من كده استاذ حسين، وانا بشكرك على وجودك معانا. اهلا بيكي. شكرا لك. ميرسي. ميرسي جدا لحضرتك.